كملها. يا باشا اتوقف انت اطلع فوق اطلع فوق. Thank you.
يا جماعه. ها دلوقتي اريح يعني. انت كل ما اتكلم مصطفى وصلاح
قبل الافتتاح بيومين ثلاثة بساعات مش هتعرف تاخدها تاني في نفس الموقف في نفس الوقت خالص هتعرف تقف هنا تاني ثانية واحدة كمل انت يا واحد نعم بيعملوا ميه كده تاني كمل محمد
يباهي به العالم يقول له هذه هي مصر، ها هم المصريون في المياه في السماء على الأرض يستطيعون أن يظهروا بهذا المظهر المشرف. سيدتي وسادتي، هذا الاحتفال الذي يأتيه المدعوون من كل مكان في العالم منبيين الدعوة، يشاركوا مصر فرحتها، يؤكدوا أن دائما الجميع يقف مع الخير مع الدماء، يقدر هذا الوطن يحمل له الكثير في قلبه، يؤكد أن هذه المشاركة إنما جاءت تأييدا لشعب أراد تحقق فأنجز، وكان هذا وبالعمل وبالانتماء لهذه البلاد. إنه الشعب الذي استطاع أن يظهر كل الصعاب وأيضا أن يحقق على أرض الواقع إنجاز يدخل به التاريخ يسابق به الزمن. نمر الآن يخت المحروسة تربة المصر الرئيسية، حيث ستبدأ بعد قليل مراسم أخرى داخل هذه القاعة الرئيسية. مع الرسالات والأديان السلمية ولو تقاتلوا. أنا أقول الكلام ده للضيوف الموجودين المصريين اللي بيسمعوا، وأنا كان ممكن أستمر في قراءة الخطاب الرسمي اللي هو المسجل دلوقتي بهذه اللحظة، لكن أنا لما بتكلم وبخرج عن السياق أنا بتكلم للشعب المصري، كل المصريين، مش مفكرين ومثقفين وعلماء فقط، أنا بتكلم غالبية مواطنين مصر، ويمكن يختلف معايا كثيرين وأنت بتوجه كلامك لهم، هم عندي لهم الأولوية الكاملة. المصريين الحقيقة أنا بقول المصريين دلوقتي الحضارة المصرية متقدمة النهاردة، مصر كمان بتقدم لجنسية هدية، ممكن تعمل مشاريع كبيرة زي عيال قدماء المصريين، لكن في سنة بذل المصريون جهد كبير قوي عشان يقدموا للعالم ولمصر هدية من أجل الإنسانية، من أجل التنمية، من أجل البناء، من أجل التعمير. أنا عايز أقول لكم حاجة، مصر مش مقدمت فقط خلال هذا العام أو العامين الأخيرين على وجه التحديد فقط المشروع، لا، حيصل التاريخ لمصر أنها تصدت وجابت أخطر فكر متطرف إرهابي لو تمكن من الأرض لحرق الأرض. المصريين هم اللي تصدوا لهذا الفكر، تصدوه عشان يقولوا للإنسانية لا، يقدموا السماحة الحقيقية للإسلام والمسلمين، يقدموا البناء والتعمير والتنمية والرخاء، مش يقدموا القتل والتخريب والتدمير للإنسانية. هيصل التاريخ لمصر اللي هي اللي تصدت لها، وهي اللي تصدت كمان بأزهرها وعلمائها لتجديد الخطاب الديني حتى يتناغم مع عصره ومحيطه.
ده اللي مصر قدمته يمكن يكون مش محسوس دلوقتي، لكن ده هيبان خلال الفترة أو السنوات القليلة القادمة. الشعب المصري وهو بيعمل قناة السويس الجديدة ما كانش بيعملها في ظروف طبيعية، كان بيعملها في ظروف صعبة جدا اقتصادية وأمنية. كان العناصر والجماعات الإرهابية المتطرفة اللي أنا بسميهم أهل الشر بيحاولوا يأذوا مصر والمصريين ويعطلوا مسيرتها وتقدمها. يعني عايز أقول إن ما كانتش العمل بيسير في مصر في ظروف طبيعية، لا ده كان في ظروف لمكافحة الإرهاب وما زالت هذه الظروف إحنا بنكافحها وحنكافحها وحننتصر عليها، مفيش كلام، هننتصر عليها مفيش كلام. كان لازم نبقى متأكدين إن إحنا بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى وبروح كل المسلمين نستطيع أن نقدم هذا الإنجاز في المدة المقررة المحددة. قناة السويس الجديدة مش بس عمل هندسي، لا ده في بعد جديد، في بعد كبير قوي من فضلكم لازم تتوقفوا قدامه. كان لابد ان المصريين يشعروا في خلال سنة ان هم يبقى عندهم مزيد من الثقة ومزيد من الاطمئنان وعدم التشكك وعدم الإحباط. وأنا أتصور إن اللي تم تنفيذه بهذا الشكل ورد فعل الناس، الله عليك، رد فعل الناس في مصر على كده، عندكم تليفون على فكرة، فرحة المصريين، عندكم تليفون وأنا منصب بتاعهم، إن هما كانوا محتاجين يأكلوا نفسهم للعالم إن هما ما زالوا قادرين. وأنا أتصور إن هما دي أول خطوة، القناة الجديدة أول خطوة من ألف خطوة. القناة الجديدة خطوة واحدة من ألف خطوة. إحنا مطالبين يا مصريين إن إحنا نمشي. صحيح. خطوة من ألف خطوة. بس أنا عايز أقول لكم حاجة قبل ما أكمل خطابي ده. لا يمكن أبداً هيستطيع أحد أن ينال من مصر. أبداً. طول ما الشعب المصري كتلة واحدة وإيد واحدة. هأكدها مرة واثنين وثلاثة. ولو أنتم بصيتوا هتلاقوا شيخ الأزهر وقداسة البابا موجودين جنب بعض. لازم دايماً نبقى إحنا كتلة واحدة. كتلة واحدة عشان نقدر نعرض التحدي اللي إحنا بنجمع وحننتصر. فبقول هي خطوة من ألف خطوة. أنا مش هتكلم على تفاصيل كتيرة خاصة بالقناة بعد اللي اتقال خلال الفترة اللي فاتت. لكن أنا عايز أقول لكم إن كل مصري كان مشارك في المشروع وحتى غير المصريين من كل دول العالم كانوا حريصين جدا جدا على إنجاز المهمة في التوقيت الواحد. وضع سيف.
الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة وتحيا الرئيس.